احنا رايحين فين يا مونس؟ هنطلع المعمورة، الشقة جاهزة مما جميعه، هترتاح هناك. معمورة ايه يا مونس؟ انا مش جاي اصيف، انا جاي المهمة محددة لازم انهيها عشان تكمل انت. حاضر حاج، يعني انت عايز ايه بالظبط؟ روح السيالة. حاضر يا اسطى، لو سمحت لف لف واطلع بينا على السيالة. الزمن جبل يا مونس، ايام بقت شهور، والشهور اتكونت من السنين، والسنين اترصت راق في الراق لما بقت جبل. لما تفوتوا تبص وراك ما تصدقش انك عديتوا. حاجات كتير اتغيرت الا البحر. عارف ليه يا مونس؟ سؤال غريب يا حاج مالوش اجابه. مفيش حاجة في الدنيا ملهاش إجابة. البحر متغيرش عشان فارق الزمن، ما خضعلهوش وما دخلش في حساباته. إيه اللي حصل لك يا حاج؟ ده مش كلام صالح الحمولي اللي كنت أعرفه زمان. أصلهم بعدوك عني وعزلوني، أنا ما همنيش، سبتهم يفتكروا إن أنا تعبت من الشغل وعاوز أريح. قلت لهم أنا عاوز كتب، جابولي جابولي كتب جلاد وجرانين وقريت. انكفيت على القراية 12 سنة، فهمت اللي ما كانش يخطر على بالي أبدا، زي ما تقول إني اتغيرت من جوايا، اتقلبت زي ما تقلب الشراب. عشان كده انت مستغرب يا مونس. اروح منين شارع بنور يا باشا؟ مختار مديني العنوان. لحظه واحده، اطلع على شارع الترماي وامشي معاه، وخش على شارع السياله، وبعدين تالت شمال منه بيت نمر 14. معقوله لسه فاكر يا حاج؟ وايه اللي هينسيني يا متر؟ دي خريطه مطبوعه في دماغي زي الوشم. بيتنا ما يتوهش يا سمسلح، بس انت تعال، احنا في شارع ابو نار، في السيالة، في بحري. زي ما يكون امبارح بالظبط. خلاص يا ماما، خلاص خلاص، شكرا، الف شكر، كل واحد يروح لحاله، انا جعان. انت ولا انت، ما تسيبنا نكمل فرحين. هتفرحي بايه ياما وانا يعني متطهر ولا طالع من تأبيده؟ برضه سيبنا نكمل فرحين. سقف يا الله. طب يا متطهر وش ما يكونش الواد اللي بيرقص في الكمبيوتر التاني ده هو الولد؟ أكيد هو. يا محيط، بطلت رأس ليه؟ بص يا عم ملعن، شوف العربية الحلوة دي. ما دي بقى من العربيات الهايلايف. في بقى عربيات بودرة وعربيات عيون، بس مش أحلى من عيوني. عن إذني هروح نشوف الحكاية ديت ونشوف الفيلم والموال ونرجع لك تاني. في واحد هناك باين عليه جاي ناحيتي. سيبوا لنا الزبون ده. يا مرحب. ألا دي زفة فرح؟ إيه، أنتوا عايزين تتفرجوا على زفة فرح اسكندراني؟ يعني بودوا لمين؟ انت مالك انت؟ اني مالي؟ اني مالي يعني ايه؟ حته هنا كلها لابش وعيال صويا، اتكل على الله يا راجل، اتكل على الله، ما تبصليش كده. يلا يا حسن، يلا يا حسن.
لا مؤاخذة احنا ماشيين اهو. يلا. غريبة. الناس دي انا شفت وشوشها فين؟ ايوه واحد بقاله سنين مرقص كده يا خرابي. انا اللي وسطي هينقطب ومش قادرة اخد نفسي. اه. ده انتي الهلوم. كان زمان بقى. الولا مغاوري فين؟ طلعت في دماغه ياخد صحابه واكلهم كباب. طب انتي ناوية على ايه؟ بخصوص الناس اللي ناس مين يا مار؟ الناس اللي دايرين يلفوا ويطقصوا عليكي. الناس اللي كنت ناوية تسيبي البيت والحتة واسكندرية بحالها عشان تهربي منهم. نعم نعم يا اختي. ناس مين يا ولية انت يا ابو كنيسة اللي كنا هنهرب ونسيب لهم الدنيا دول؟ ولزومها ايه بقى طول في اللسان دي؟ اني بنسأل سؤال تردي عليا بالراحة يا ايه. لا ما انت بتهدرسي الكلام بس اللي ملوش معنى. خلاص يا اختي سيبنا لك انت الكلام الطعم ابو معنى. اني هنمشي عشان نقصر الشر. شر مين اللي هتقصري ترازعي هين؟ يو انت عايزه تتحكي معايا ولا ايه يا رزقه؟ اشحال يا اختي ما كنتيش فرحانه برجوع اسم النبي حارس ومغاوري من حبس. انت مررتيه فكرتيني بالهم اللي مترصد. اني ما قلتش حاجه. اديك انت اللي بتقولي اهو. اني عايزه اقول لك على حاجه. اني دماغي مش رايقه دلوقتي واني مش عايزه نتكلم معاك كتير عشان ما نقولكيش كلام يزعلك تاني. طب خلاص بصي اني هنمشي ومستنياكي في شقتي. عايزه تيجي تفضفضي معايا وتفكي همك. اهلا وسهلا. ها انتوا هنا؟ انت فين يا رزا؟ اني بندور عليك. اني اهو. عايز ايه؟ فوتكم بعافيه. الله يعافيك. معلش انا مش قادر نقف. شكلك كده شايل كلمتين على كتافك. انفضهم عشان نخلص. الناس هنا في اسكندريه. خلاص يا مختار استنى. والمواعيد، المواعيد مهمه قوي. حاضر يا استاذ. اصحى. انت بتثق فيه؟ مين؟ عصام؟ الوحيد ده غيرك طبعا. ايوه يعني هو فاهم دلوقتي انت ناوي على ايه؟ الحقيقه يا مؤنس انا ما قلتلوش بس بتهيألي فاهم. هو اذا ما كانش فاهم هيفهم دلوقتي طبعا. طب ده بقى يخليني اسالك، انت واثق في مختار الصبي بتاعك؟ الصبي بتاعي؟ الله يسامحك. معلش يا مؤنس الاصل غلاب. ايوه المهم دلوقتي اقول لي انطباعك ايه لما شفت الولد؟ مغاوري مليتش منه زي ما يكون في حلم، بس طلت امه كانه هي بالظبط، بس طبعا اسم مش هو. لو اتجوزتني هنجيب لك ولد ونسميه صلاح عشان يبقى صلاح مصلحي. مش مصلحي ده اسمك الحقيقي برضو؟ الدواء ساعتني يا عم. مدة كلها قضيتها غنى وفرفشة ولعب كوتشينة لدرجة ما كنتش عايز نخرج. يا سلام بقى انت عشان كده قريت واعترفت على نفسك. بس لا اهطل لا تكتيك تاني خالص. طب ما تقول لنا التكاتيك ده يا موجة. لا لا ما مسألة شخصية ومحدش يسألني. ايوه بس ممكن الحكاية كانت تقلب جد وتلاقي نفسك لابس قضية قتل. هي فوضى. اي حد يقول اني قتل يمسكوه. مش في عزنا بحث وتقارير وأدلة. أنا سمعت كتير قوي بيقولوا الاعتراف سيد الأنمي. انت في الحلاوة يا نمية. خليك يا عم نمية بقى في الأكل اللي انت عمال تلغه وانا مش عارف هو بيروح فين أساسا. فعلا انت وهو. لا سيد بقى حماية بقى صاحب الأنتيم يعني محدش يدوس له عطارة. دمك يا مغاوري. دمك يا سوسو. مدام خلصت أكل مين هيدفع حساب؟ وده سؤال اللي معاه طبعا وما عادش فينا معانا. يعني ايه؟ يعني تخش تقول للخواجه صاحب المخيل مغاوري واصدقائي اكلوا وعايزين اجلوا في سته الجلسه الجايه. يلا اخوانا. لو واحد اهلك انت وهو شغل السلبطه والسلتحه ده مش عليا. يتحاسبوا على اللي طفحته حالا يضبطوا بالكراكون. لا 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 لزومه ايه اللبش ده ابو اسكندر؟ وبعدين احنا زباين ومش اول مره ناكله عند الحاج دعبس والنظام كان ماشي. ايه اللي اتغير في البرنامج؟ ده كان زمان الحاج دعبس بقى في بيته وبعافيه. ولاده هم اللي ماسكين الشغل، اوامرهم الشكوك ممنوع. حسابك كام يا معفن؟ 82 جنيه يا نضيف. حسابك وفوقه 3 جنيه.
قصاد ما هتقول لي دلوقتي مع السلامة يا سيد بيه. غالي والطلب ببلاش. مع السلامة يا سيد باشا. لا بيه بيه بيه. يلا بينا. بينا ايه؟ مش هنتحركوا من هنا ما نعرفوا ايه الحكاية. منين يا سيد؟ من مطرح ما يكون بقى. انت لك اكل ولا بحلقة؟ اكل وبحلقة. بص انا فيها كل العبر الا اللي حرمه ربنا. واني نحلف لك اليمين اللي صدقوا ان الفلوس دي حلال. اياك تكون ورثت عمك اللي في امريكا. نروح عند جورج ارداحي بتاع برنامج منسى اربح المليون وكذب ال 200 جن. بس 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 لا يا خاب انت لما تشوف الحكايه دي منين ابو سيد؟ الفلوس دي فلوس خالتك ام سيد. امك؟ امك معاها منين؟ كانت محوشه قرشين كان نفسها في يوم يكملوا عشان تطلع تحج. قلت لها ياما مغوري محبوس ويمكن يطلعوه بكفاله ورزقه محتاجه فلوس. ادتني 500 جنيه. معقوله؟ معقوله يا سيد؟ انت تستاهل كل خير يا مغاوي. حد غيرك كان سابني لما جت لي الازمه وهرب. كنت هنموت موتة الكلاب. لكن انت طلعت جدع وما خلصكش تعملها. مع اني قبلها كنت ضربك في بضاعه غريب الدش. يا سلام. برضه الدنيا لسه فيها حاجات حلوه. كفار يا مغاوي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك خالتي. سلامات يا مغاوي. اهلا. هو ايه اصله ده؟ مالك؟ هو انت كل ما تشوف وش سحنتك تتقلب؟ وبعدين؟ انت في حد يكلمك وقداسك على طرف بنت انت؟ بنت لما بيتك. لما بيتك قدار. عملت لك ايه يا مغاوي زعلتك؟ مين دي؟ دي؟ ولا عش زيها. يا عم شوف لك قطه غمضها، انت باين عليك من كام مني وهتولع. يعني انت عارفه؟ ايوه. ما هو باين عليك. الله في ايه يا ولاد؟ ما تفهموني. ما تساليها يا خالتي. ما تقولي اداره عملتي ايه؟ هنعمل ايه يا صاله؟ هو يا اخويا اللي لا طايقني لا في سما ولا في ارض. بس انت قلت ان من كان مني ومولع وده كلام له معنى، ما ينفعش بعد ما تقوليه تتهربي منه. اني ما بنهربش وهو عندك اهو اساله، لو عامله حاجه مزعلاه يقول. اني مش زعلان وما عنديش حاجه نقولها. لسه فين يا خالتي؟ لسه ما رجعتش. انت ما فوتش على الدكان؟ لا فوت بس مقفول. يبقى عند موحي. اني هنخش نغير هدومي ونستحمى. طب مش تاكل لقمه الاول؟ تاني قايم من على اكل الكباب تشبعني اسبوع. وبالمناسبه انت ما جيتش تتغدى معانا ليه؟ اسمك ايه؟ ما انت عارف موغه لما خالتك عظيمه تعمل الملوخيه بالجمبري ولا اديك رومي قومني من عليها. ماشي ولو ان دي ما تمنعش دي. كباب وكفته على الغدا وملوخيه على العشاء. وبعدين انت بطنك ما بتقولش لا. بعيد عن ابن خالتك، انا مش هنسيبك غير لما تقولي لي ايه اللي مزعله منك. أني عبد المنعم الفقري حلف لي إن هو شافهم بعينيه موجودين في عربية بيتفرجوا على زفة الولا اللي كانت في الشارع. طب ما أنا عايزة أعرف يبقوا مين دول يعني يا رزق؟ إحنا سألنا وطقصنا، عرفنا إنهم من طرف أبوه. بقولك إيه؟ ما تتكلي على الله كده وتفتحي لي قلبك نوبة واحدة، بدل ما أنت عمالة تنقطيني كلمة هنا وكلمة هناك وأنا مش فاهمة حاجة. خلاص يا رئيس. الحكاية القديمة هتقب على الوش وربنا يسترها. طب ما هاني برضه مش فاهمة، أنت إيه اللي مخوفك بالظبط؟ أنا مش خايفة من حد. ولاني خايفة من حاجة. أنا خايفة الولا يبعد عني. أنا ما امتلكش في الدنيا اللي هو. أنت خايفة يعني الولا يعرف يقوم يزعل منك ويسيبك صح؟ آه حاجة زي كده يعني. خلاص يا رزق ما تقوليلوش. ونامي أنت ما أنت فاهمة حاجة. ماني بقالي 25 سنة مخبية. بس خلاص العفاريت طلعت من تحت الأرض. أنا ما أقدرش على العفاريت بقى. يا دي العفاريت. طب ما نعمل لها زهر ونطلعها. أيوه عليكي. ده انت مش حاسسها بالمر. انا هقوم قبل ما تدفع عمارات. عادي عادي يا شيخ. انا من عكسك. انا فاهمه انت قصدك بالعفاريت دول الناس اللي بعتهم ابو مغاوري صح؟ الحمد لله ان ربنا فكها عليك. ما هو انا لو سكت هما مش هيسكتوا، ولو هما سكتوا الولد مش هيسكت. انا متفقه معاه قلت له اول ما تخرج من الكراكون انا هنحكي لك على كل حاجه. انا ما نقدرش نحكي له على حاجه. عايزه رايي قولي له. مغاوري بسم الله ما شاء الله ما عادش صغير. اللي في سنه اتجوزه وخلفه. قولي له يا شيخه وخلاصي. ماما سامحني تشتمي. هو اللي ضربني الاول. يعني بتزوجي مني ومش عاوزه تيجي معايا دغري. حلفت لك اني ما اعرفش. مش مصدقك. يا ابني يا ابني ريح روحك وسيبها تنفلق. روح بقى اسال ابن خالتك شوف بس هو زعلان منها ليه. انتوا لسه بتتكلموا في الموضوع ده؟ ما خلاص. دي مسألة بحلها انا والغندوره بنت خالتي في اي وقت. واحنا ما نعرفش ليه يعني؟ قراطيس لب؟ لا مش قراطيس لب بس المسألة هبلة ومش مستاهلة. نعيما يا بوخ
هقبل حمام العروس. الله ينعم عليك يا خالتي، بس اني كده كويس من غير عرايس. ليه يا وائل؟ هو انت صغير على الجواز؟ لا انا مش صغير، بس صايع عواطلي. عندك عروسة ترضى بها حد زي؟ بس انت قول مساء الخير. سنور. سنور. يا رزة كنت فين؟ انت مالك؟ انت ليك انك تسألني؟ اسمع يا ولا انت، انت ما تسألنيش على حاجة بعد كده. هي احسن تستاهل، كبسة بكبسة والبادي اضل. انكتمي يا ام لسان طويل. مالها خالتي يا مغاوري؟ تزعلتها في حاجة؟ لا بس انا كده فهمت. فهمت ايه والنبي تقول؟ وانت مالك؟ انت ليك انك تساليني؟ اسمعي يا بنت انت، ما تسقيش في حاجه تانية بعد كده. تستاهل. امشي اطلع بره. يما يما هما كلمتين عايز نعرفهم منك، مش هنسهر. انا مش عايزه نتكلم معاك خالص. يما هما كلمتين، وبعدين ما تعملش الحركات بتاعتك دي. انا بنعمل حركات يا ولا؟ يا ريت انا مش حافظك. داخله ضربه العكوسات على وشك عشان تستفزيه ونتخاصم، وما اطلبش منك تحكي لي اللي وعدتني بيه في السجن. أني وعدتك بحاجة في السجن؟ أنت هتتبلى عليا؟ أنا اتكلمت معاك في حاجة؟ طب هاتي 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 عيني في عينك كده. أنت عايز إيه يا مغاور؟ أنت عارفة اللي أنا عايزه يا أم. ماشي تعالى معايا. ادخل يا ولد. أوضة؟ أديه دخلت أهو يا أم. بس هاي الأوضة دي بنخاف منها ومش بنحبها. ليه فيها عفاريت؟ أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه وانتي قايلالي كده. اني يا ولا كدف اصل وشك. كدب كدب ايه؟ انت مش فاكره وانا صغير لما كنت بنتشاقى ولا بنعمل حاجه وحشه كنت بتقوليها هنحبسك في اوضه القرار مع العفاريت؟ ولسه بتصدق يا ولا؟ لا ياما لا بنصدق. ايه لا طبعا مش بنصدق الكلام ده، بس برضو مش بنحبها. طب اقعد. مره واحده بس اتسحبت ورا خالت عظيمه وهي بتنفض الاوضه، وسالتها العفرات اللي احنا فيها دي، سألتها على العفش ده المتغطي الجديد ده، قلت لها ده بتاع مين؟ مركون هنا ليه؟ لقيتها قامت انفشت في العياط وخدتني بره وحلفتني انني ما اقولكيش اني دخلت هنا ابدا. دي اوضة امك كريمة، والعفش ده جهازها اللي ما تهنتش بيه. يوم ما جانا الجار عشان ينصبه، حمادة وقع عليها في المنور ونقلناها المستشفى. يعني لا نامت على سريرها الجديد ولا شافت صالونها. طب استهدي بالله يا أم، استهدي بالله. طب لا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. دي حاجة أمك وأبوك، عقد جوازه، ودي قسمة الطلاق اللي ابوك بعتها لها. ودي شهادة ميلادك. ودي صورهم مع بعض. دي الجوابات اللي ابوك كان بيبعتها لها من مصر. دي سهم صالح ده ليه يعني يكتب لي الجوابات؟ بيقول لي اللي حصل ده كان غصب عنه، وان امه وهي بتموت صممت انه يطلعني ويوريها القسيمه. يا عبيطه ده بيضحك عليك، ده كان بيتسلى بيكي يومين اجازه صيف وخلاص. اللي حصل حصل بقى يا رزق، وكل واحد منه لله. واللي ببطنك ده مش هنقوله يا رزق، مش هنقوله. انت عايزه تفرسيني؟ انت لازم ترفعي عليه قضيه. مش هنشحد بابني ولا هندخل محاكم. انا رحت للحاجه محسنه مرات مراد بيه، وهي قالت لي انها كلمته وقال لها اول ما نولد نروح له هو يرجعني تاني شغلي في المصنع. بلغيه الاول انك حامل واطلبي منه بالذوق شهريه. ما هو يعني بعت لي بعت لك ايه؟ بعت لك 200 ملطوش متعه ونفقت سنه ومتاخر. اللي ما يتاخدش بالذوق يتاخد بالمحاك. لما ربنا يقومني بسلامه ونولد يا رزقه، ما تقعديش تزني على دماغي قبل الهنا بسنه. رحميني. كلامك بيشاور على حاجه بعيده قوي يا رزق، تجيبي من الاخر وتخلصيه. ابوك عايش ما ماتش؟ ها؟ وبعت ناس يدوروا عليك. بعت ناس؟ وما جاش هو ليه؟
وش معنى دلوقت؟ كان فين السنين دي كلها؟ قلنالوش. نعم، ما قلتلوش يعني ايه؟ انا اتحيلت على امك تبلغه انها حامل، ما رضتش. كان عندها امل يرجع او على الاقل يسال عليه. لما الشهور عدت وما سالش كبرت في دماغها وحلفت لا تحرمه من ضناه، وقالت لي يا رزقة اللي في بطني ده ابنك، ابنك لوحدك انت يا رزقة، ما تفرطش فيه لحد وبالذات لابوه. يا ريتني كنت انا اللي مت وفضلت هي تربيك. ما كانتش هتربيني احسن منك يا رزقة. ملانيل على دي تربية. أنا ما عرفتش نربيك. أنا طلعتك خسران وصايع وعمال داير في الشوارع وعامل لي مشاكل كل يوم والتاني. أني ياما أني ياما ولدي اللي فتحالي في المنطقة كلها. أني يا ولا؟ آه ماشية وراها كأني عيل صغير وبتشتميني وتهزقيني قدام الناس لحد ما صغرتيني قدام الكل. يا ولا أني بنخاف عليك. أنت وحداني بطولك. مالكش اللي أني لما طول نحطك في أمه. كنت عايزاني نفضل كده ها؟ ما نعرفش ابويا. انت هتروح له؟ انا هنعرف طريقه منين ده؟ احسن ليا يعرف الناس اللي تبعه. نروح له بكره. لا يا لا ياما، نروح له نقول له ايه يعني؟ والنبي توديه لابويا؟ لا ياما، لا اني زي ماني. وهو لو عايز يجي يشوف ابنه يجي برجليه. صحيح انت حكيت لي زمان عن مغامره جوازك في اسكندريه لما هجيت بعد الازمه اللي حصلت بينك وبين اسمك. لكن انا تخيلت انها عدت بهدوء من غير ديون. اتاري مفاجاه بعد ربع قرنين ان في ولد. اسكت يا مؤنس، انا اتفاجئت مفاجاه عمري. انا اصلا لما دورت على اخبار رزقه كان كل هدفي اشوفها يعني اذا كانت محتاجه لاي شيء، نوع من الوفاء لذكرى اختها مش اكتر. وخصوصا ان احساسي بالذنب ناحيه اختها هيفضل مقلق ضميري لاخر يوم في عمري. ما هو ده الغريب. المفروض ان واحده في ظروف المرحومه اختها يبلغوك بخبر زي ده هياكلهم الشهد بدل ما يخبوا عليك خبر يضمن لهم مورد وخزنه مفتوحه ورزق دائم. مش كل الفقراء طماعين وانتهازين يا مؤنس. لا لا لا، خصوصا كريمه اختها رزقه فيهم جدعانه ملهاش حدود. طب ايه رايك بقى؟ أنا متأكد إن إخفائهم لخبر الولد اللي جه ده سببه غضبهم عشان كرامتهم اللي جرحتها لما طلقت كريمة بالشكل الغادر ده. قرروا يعاقبوني إنهم يحرموني من ابني للأبد. بلاش حسن النية دي يا حاج. الحكاية إن أياميها ما كانش في التاجر المليونير صالح الحمولي، المليونير المعروف تجارته مالية البلد. كل اللي كانوا يعرفوه اياميها تاجر على قد حاله اسمه مصلحي عبد الستار حسين. قصدك يعني لو كانوا عرفوا ان مصلحي هو صالح كان موقفهم اتغير؟ لا 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 يا مؤنس، انت اصلك بطبيعه شغلك راجل شكاك، انما انا ليا نظره في الناس وخصوصا لو عشرتهم. اذا كنت عايز تتاكد من كلامي ده انزل بكره السياله اقعد مع رزقه وافتح معاه الموضوع. عامل ايه انا مصدق؟ لكن انت عرفت ان كريمه توفت امتى؟ صدفه. وبعد وفاتها بمده كنت هنا في اسكندريه بقضي يومين راحه، قلت في عقلي بالي ياض بطل نداله بقى وانزل اسال على كريمه. يعني نزلت السياله تاني؟ والله ما كنت ناوي، وما اعرفش ايه اللي طلعها في دماغي ليلتها وخلاني نزلت في عز النوه وليلة شتا ضلمة وخبطت على نفسي الباب. حي مصلحي. ازيك يا رزق؟ لو سمحتي اندهيلي كريمة اطمن عليها دقيقة واحدة وامشي على طول. توك افتكرت كريمة دلوقتي؟ سامح كريم يا رزق، انا متأكد
اللي هقوله لكريمة هخليها تسامحني على طول. تسمع منك يوم اللقاء بقى. يوم اللقاء؟ انت تقصدي ايه يا رزق؟ ماتت. مش ممكن. انت بتكذبي يا رزق عشان امشي، صح؟ انت عاوزة تمشيني. اعملي معروف. خلينا اشوفها. كريمة ماتت. ماتت. قتلها ظلمك وجبروتك. نحلف لك؟ ولا يدخل نجيب لك شهادة الوفاة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا الله يا الله يا رجل. ما تشرفناش بطلتك تاني. اللي بيننا وبينك راح. لا تفكرنا بيه ولا تقلب علينا المعركة. مهما وصفت لك شعوري ساعتها مش هقدر ابين لك كم الحزن والاحساس بالذنب اللي غرقت فيه ليلتها زي المطر اللي نزل فوق دماغي بالظبط. وبرضه ما جابتلكش سير عم غاوري ولا حرف ولا اشاره. شيء مدهش. بس عارف يا مؤنس كان في شيء جوايا بيقول لي ان اللي ربطني بكريمه ما انقطعش. ولما بعت الرزق تاني يوم ما كانش مجرد تعويض بسبب الشعور بالذنب. بعتلها ايه؟ 20,000 جنيه في شنطه سامسونايت. بعتهم مع زكي العقر ابو عصام. ما قالهاش حاجه. فتحت الباب سلمها الشنطه. سالته ايه دي؟ قال لها ده حق الست كريمه وجري. وما حاولتش تتصل بيه بعد كده؟ ما تعرفش. معهاش العنوان. وبعدين اسم الشهره ملوش صله بالاسم اللي هي تعرفه. وبعدين هتتصل تقول ايه يا مونس؟ انا اعتقد انها اعتبرت ان الفلوس دي فعلا حق اختها كريمه وقدرت تصرف منها على ابنها اليتيم. ادم انت هتفضل هنا طول ما الاستاذ وضيفه هنا. وشغل المكتب يا استاذ؟ معلش شفيت ولا مؤقتا؟ بس شفيق ما عندوش خبره، ده يا دوب مشاهلاتي. ادم بنقول لك مؤقتا، الحكايه كلها يومين مش هتطول. امر امرك يا استاذ. تفتكر فعلا يا استاذ مختار ان الحكايه مش هتطول؟ ده يتوقف على الاستاذ والحاج ناويين عليه. انا شخصيا الحكايه كلها ملخبطاني، مش عارف لها راس من رجلين. ما اخبيش عليك انا متلخبط اكتر منك، لكن اللي اعرفه عن ظروف الحاج مخليني خايف اكتر ما انا متلخبط. خايف؟ خايف من ايه يا استاذ عصام؟ خايف من النار اللي ممكن تولع في فيلا الحمولي في مصر لو الحاج نفذ اللي في دماغه. يعني انت عارف اللي بيفكر فيه؟ يعني شكوك تخمينات، لكن معلومات اكيده ما اعرفش. طيب ما تقولي شكوكك وتخميناتك ونفكر سوا. ما اقدرش. يمكن بعدين يا استاذ مختار. يعني رايك استقر على ايه يا حاج؟ هتنفذ كل اللي قلت لك عليه يا مؤنس. فكرت كويس. انا طول المده اللي فاتت من ساعه ما عرفت ما بعملش حاجه غير اني بفكر وبفكر، وكل ما افكر اقتنع اكتر. خلاص نبتدي من بكره. ايوه بس انا عاوز اشوفه هو الاول. مين مغاوري؟ ايه الحكايه يا مغاوري؟ ما عادش في حكايات يا دار. مالك بس يا ابن خالتي؟ ابن خالتك؟ واخوي. ده ايه الحنيه اللي بترشيها فجاه بدون مناسبه دي؟ مش عادتي صح، بس والله بجد انت زعلان مني ليه يا مغاوري؟ ولو اني ده مش ده اللي بفكر فيه دلوقت، لكن ماشي. ايوه اللي قرفان منك كان باين عليا لما جيت، مش كده؟ ايوه ده انت كان ناقص تولع فيا وتحرقني. لا ما نقدرش ما دام الصلاه موجود. اخوك الكبير هو اللي من حقه يهزقك ويأدبك ويكسر دماغك. كسر حقك منك له، قال يكسر دماغي قال ليه؟ صايعه ولا على حل شعر؟ ما يشرطش. بس لسه بتقولي يا هادي. لا يا مغاوري كله لا الكلام ده. في حاجه في نفسك قولها دغري. ايوه شافوك انت وحماده سالم متانجيجين وشغالين غراميات على لسان ايد باي. تنكري؟ وننكر ليه؟ انا وحماده كنا على لسان ايد باي بنتمشى، بس انت عارفني وعارف حماده كويس وكل الناس عارفه ايه اللي بينا. كان عايز يقابلني عشان يفهمني موقفه،
نقابله فين؟ في شقتنا تحت اللي ما فيهاش مكان للضيوف، ولا في بير السلم، ولا هنا على السطوح؟ قول لي انت بقى يا ليمت. انت كمان بتطولي سيرك يا بنت. اه دراعي ليه تنشق؟ ولا بلاش، حرام. بتحبيه يا دارة؟ وانت عارف بس ده كان خلع، وانت ما كنتيش طايقاه ومش عايز معاه سيرته. فهمني وفهمته. على خيرة الله، ما تتجوزوا بقى. لا انا طقه في دماغي نشتغل الاول بالدبلوم بتاعي وبعد كده نتجوز. دماغك ديجيتال يا بت. وانت؟ انا دماغي مهنجه وبطاريتي فضيت ومفيش شاحن. انا مش بنسال على دماغك، احنا بنسال على قلبك. متشوش والارسال واقع. لا بجد يا مغاوري، شكلك كده وانت طالع تتسحب للسطوح والبلم نازل عليك بيقول ان في حاجه مخبيها. صحيح يا بت. حلو، تطلع مين بقى؟ أمي، خالتك كريمة. خالتي كريمة، الله يرحمها. بس انت ايه اللي فكرك بيها؟ خالتي رزقة صح؟ انا قلت كده برضو لما خدتك ودخلت بيك قط العفاريت اللي قفلها على اسرارها القديمة. ما تقوليش على قط امي قط العفاريت يا دارة. هي دي قطة خالتي كريمة؟ والله ما اعرف. في ايه يا مغاوي؟ في حاجة مخبيها خالتي رزقة وانت اكيد عارفها. يعني ما كنتيش تعرف انتي ولا خالتي عظيمة ولا الصلاة؟ نعرفه ايه؟ ان ابويا عايش ما ماتش. احي، وانت جبت الكلام ده منين يا رزقة؟ يا اختي عظيمة، جبته من مطرح ما جبته بقى، عرفت واتأكدت وخلاص. انتي مش عايزة تصدقيني ليه؟ مش صدقاكي، بس معقولة يا رزقة؟ مصالحي هيعرف منين انه عنده ابن؟ وايه اللي سكيته من النهار؟ ماضي اهو. الماضي ده زي البحر، على الوش شكل وجواه مدفونه اسراره. تيجي له بروينزا بقى تقلبه تطلع قعره على الوش. اللي انت بتقوليه ده بس يا اختي؟ بنقول ان بنقوله بقى. انا عايزه نتسف حالي. يا عيني عليك يا مغاوري، انت خبطه تتول العقل. فجاه كده الواحد يطلع له اب. اب زي اهل الكهف، نام ربع قرن ولما صحى هف عليه شوف ابنه. شفته يا مغاوري؟ ولا عايز نشوفه يا دار. انا شفته في صوره عند امي متصور مع خالتي كريمه فيها، بس مش شكلك يا ولد. ماني كمان شفت الصور، لكن عمري ما حسيت ان الراجل في الصوره ده يقرب لي او دمه يوافق دمي. يمكن عشان صوره ورق يعني، بس لما تشوفه قدامك لحم ودم هتبقى حاجه تانية. لا تانية ولا تالتة، مامي كمان في الصور، بس كل ما بنشوفها عيني بترغرغ وقلبي بيرفرف. الأم حاجة تانية برضه. عشان كده بنقولك هي دي اللي بنفكر فيها وشغلة بقى طول الوقت. بس مش هي دي اللي كنت بنقصدها بالسؤال. أمال تقصدي مين؟ البت اللي انت بتحبها وعايز تتجوزها. لا يا إدارة، ما نقدرش نقولك عليها، ما نقدرش. عشان خاطر يا مغاوري هتقول. قلتلك ما نقدرش. كده يا مغاوري؟ يا بت يا بت، في فرق بين مش عايز وما نقدرش. أني نفسي نقولك بس ما نقدرش. ده نختك سترك وغطاك. السر اللي هتقولهولي هنحطه في بير ونرميه في سبع بقى. وما تقيش لجنس مخلوق؟ ولا حتى بيني وبين نفسي. اتنين ما بقوش تلاتة. ولا واحد ونص. أصلك هتتريقي عليا وتستغربي. لا يلا قول بقى مرة واحدة. طيب تعالي اديني ودنك عشان نوشوشك ومحدش يسمعني. ماشي. يا مصيبتي. امال فين الباقي؟ للولا ميخا سته ماتت فمش هيقدر يجي النهارده. مالك يا مور؟ طب ما تيجي نقوم ونشم شويه قعده على البحر. يلا ولا حاجه. ميه ساب اهو. وينك كويس يا استاذ؟ اتفضل تشرب ايه؟ لا معلش انا مش هنشرب حاجه. ودي تيجي برضه يا سيدي. سيبني براحتك. امرك يا سحسليه. شوف يا حبيبي، هات لاني شويه بن وبوري، وهات لي البيه الزوزه. قلت لك مش هنشرب. خلاص نشرب هاني، وكمان واحد عبيسه من غير وزماره. ايوه استاذ تحت امرك. مغاوري، ايه اللي رماك علينا الليله دي يا فاني؟ مش كنت مزبن على قهوه فاروق؟ استغربت الليله، بس بقول لك ايه، ما تاخدهاش عاده يعني. الحمد لله طمنتني. ما شفتش الواد مغاوري الليله؟ لسه ماشي هو وشلته مفيش خمس دقايق. ولا عجل طلبات الحاج على الاداره الليله دي.
بشكر ابو صلاح. وبعدين يا حاج انتوا هتفضلوا تتكلموا مع بعض كده كتير؟ القهوه قهوتكم وبراحتكم. بقول لك يا استاذ على كل حال مغاوري ده خلاص ماشي. طب ما تسيبوش غير لما تلقاه ويكون جاهز في المحل بتاعك بكره الصبح. هنعدي عليه الساعه 10 بالثانيه ناخده للراجل الكبير. لا يا استاذ انت اصلك ما تعرفش مغاوري. مغاوري ده جن مصور رايه من دماغه. يعني لازم نقول له حاجه مهمه يقتنع بيها عشان يفوقنا. حاجه زي ايه يا حاج؟ الا بالمناسبه هما ليه بيقولوا لك عسلية؟ وايه حكايه الفقري؟ يا جدع بلا عسلية بلا فقري ولا بتاع. خلينا في الجد دلوقتي. اني صحفي ونعرف الخلاصه كلها. عايزك بقى تقول لي مين اللي عايز مغاوري وعايزينه ليه؟ يعني تقول لي الحكايه من طقطق لسلام عليكم عشان نبقى كلنا في النور. ها؟ الا بقى تبقى انت تصطفل انت ومغاوري لوحدينا. حلو الكلام؟ مفيش احلى من كده. احنا متاسفين يا حاج تعبناك معانا. تصبح على خير. ايه بس في ايه؟ انت قلت الكلام الصح وانا ما عنديش معلومات نديها لك. يبقى مني المغاوري مش ده كلامك؟ ايوه بس الكلام اخد وعطى. مفيش وقت للاخد والعطى يا حاج. احنا عايزين مغاوري بكره الصبح. تقدر ولا نطلع من هنا على الست رزقه ونتفاهم معاها؟ خد البوسه دي قبل ما تلسع صوابعي. لا لا انا مش عايز. يعني انا مبطل كل المكيفات وكمان السجاير. ارمي. ودي مين بقى يا حلو اللي عملت فيك كل ده؟ انا عارف. عارف مين؟ اللي هي هي. بص خمن ولو تخمينك طلع صح ليك عندي واحده حلوه قوي. يا عم يا عم هو ده عارف حاجه يا عم؟ طب والله عارف. ها اداره. او بيقول لك اداره غلط يا ابني. اداره تبقى اخت مغاوري في الرضاعه يا مقطم. وبعدين دي تبع حماده سالم. اداره مش تبع حد. يالا وياك اياك نسمعك بتقول الكلام ده تاني. فاهم؟ فاهم؟ صدر يا جدع. الله في ايه يا جدع؟ تعالى هم هم. الله المكان اتهرش. اتهرش والشم لازم نغيروه. ايه يا مخاوي؟ بقالي ساعة بندور عليك. وانت مين اللي قالك تيجي تدور عليا هنا يا عم عسلية؟ مش الصدفة حمادة سالم وهو نازل من عندكم. حمادة كان عندنا؟ ايوه. وسألته انت فين؟ قال لي انك هنا. طه ألف نهار أبيض وديك لقيتني. يلزم خدمة نجيب الصحفيين؟ ايوه بس بقول لكم يا أولاد يلا اسبقونا واحنا هنيجي وراكم على مهلنا. لا إله إلا الله. اتحرك. عايزك تقع يا شوف يا مغاوري. أنا ما نعرفش إذا كانت رزقة قالت لك ولا لا، لكن بصراحة كده أهل أبوك بيدوروا عليك. قديمة ومش ده اللي هيخليك تدوخ ورايا في نصوص الليالي. أيوه مش هو ده. أنا عايز نخش في الموضوع. خش. عايزين يشوفوك بكرة. هما مين دول اللي عايزين يشوفوني بكرة مع عسلية؟ ثلاثة بالله العظيم ما نعرف. تعالى شوفهم بكرة وأنت هتعرف هما مين بالظبط. اصحى مونس. مونس اصحى. بتبحرق فيا كده ليه زي ما اكون شايف عفريت؟ ايه ده؟ يا حاج ده؟
انت واقف على رجليك وجاي ماشي من غير عكاز ولا كرسي؟ سبحان الله قادر على كل شيء يا اخي ونعم بالله. بس اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ انا متر زي ما انت شايف بالظبط، ماشي على رجليا وما فياش اي حاجة وصحتي زي البوم. يعني ايه؟ نمت ساعتين وصحيت لقيت نفسك خفيت؟ انا ما كنتش عيان اصلا،